ايه بابا؟ اعطيني امك. بابا ادراكي. نعم، وين التيم؟ ليش ما بعتيه؟ بعد شوي ببعت لك يا. انا صار لي ربع ساعه واقف تحت، الشغله بدها ذوق. شو قصدك يعني؟ انا قليلة ذوق؟ يلا بعتيه بسرعه، ماني فاضي اخذ وقت معي. انا ما باخذ اوامري من حدا، وطول ما انت عم تحكي بهي النبره رجع بعد ساعه. شو ارجع بعد ساعه؟ لكوني شوفير تبعك انا. والله هذا الموجود. اسمعي ولي، بدي اطلع اخده ورجلك فوق رقبتك. انت شو جابك لهون؟ اسمعي يا خالو، اذا انت فكرك ممكن تزليني بهي قصه الحضانه فهي الشغله بعيده عن اسنافك. لك انت شو متخبص؟ شو عم تحكي؟ انت بتعرفي عن شو عم بحكي. هذا اخر تحذير لك. تحذير؟ انت عم تهددني على باب بيتي؟ بتعرف انه انا هلا فيني شرش حال؟ بتشرشحي حالك. طيب يلا بابا خلينا نمشي. واقف تيم، استنى خليك بمحلك. جوانا لا تتحديني. انت اللي لا تتحداني. انا امه للولد والحضانه معي وما بيطلع من هون من دون اذني. انت هيك عم تعادي الولد. مو بعيده عنه، اذا كان ابوه كل اعمامه معقدين. بعدين هيك تعب. ولا هيك. بعدين هيك ابدا. ما